لحد ما جت الست العذراء فصارت الكنيسة بتاعت الكنيسة كلها، بدليل ان 2 ابريل مش انتوا بس اللي بتحتفلوا بيه، الكنيسة القبطية كلها بتحتفل بيه. وصارت الكنيسة، كنيسة العذراء الزيتون، مكان محبوب جدا لكل قبطي. فاحنا وان كنا من اماكن مختلفة لكن مكانت كنيسة العذراء الزيتون في القلوب كلها. انا بهنيكم بتذكار مرور 50 سنة على ظهور ست العذراء، وتقريبا لما قرينا تقريبا كان زي دلوقتي، يعني الوقت ده بالضبط ابونا بيقول لي ولا حد من الاخوات تقريبا زي دلوقتي بالضبط من 50 سنة كانت الست العذراء بتبارك الزيتون. علها دلوقتي ايضا بتبارك كل واحد فيكم، واقفه قدام المسيح وتقول له بالاسم كل واحد فيكم توصي علينا كلنا. كل سنة طيبين عشان ظهور الست العذراء، لكن كل سنة طيبين أيضا بالأحرى علشان خاطر أسبوع الألام. أسبوع الألام أكلمكم كلمتين صغيرين عن تسمياته، وبعد كده عن ألام المسيح، وآخر حاجة أقولها لكم لو الست العذراء النهاردة جت لنا مرة تانية تقول لنا إيه؟ إيه النصيحة اللي ممكن الست العذراء تقولها لنا؟ أسبوع الألام الكنيسة تسميه أسبوع البسخة. كلمة بسخة يعني عبور، وجاية من تذكار الملاك المهلك لما كان هيهلك كل أبكار المصريين. فجاءت الكلمة لما ربنا قال لموسى خلي يذبحوا الخروف بتاع الفصح ويحطوا الدم على القائمتين والعتبة العليا فأرى الدم وأعبر عنكم. كل اللي كان عندهم إيمان إن بدم الخروف يصير خلاص وذبحوا خروف الفصح صار ليهم نجاة من الموت من الهلاك. فكل اللي يؤمن، وانتوا عارفين كلكم ان خروف الفصح ده كان رمز للسيد المسيح، كل اللي يؤمن بدم المسيح وخلاص وفداؤه ينال الفداء وينال العبور من الهلاك الأبدي. أسبوع الألام مش أسبوع عبور فقط من الموت للحياة، ولكن أيضا أسبوع حب، نتذكر فيه حب الله لينا. كل واحد فينا يبص لصليب المسيح يقول له للدرجات دي يا رب حبتني، انا كنت غالي عليك للدرجات دي. يقول الكتاب المقدس كده هكذا احب الله العالم، للدرجات دي يا رب حبيت العالم، مش العالم كله، كل واحد فينا، كل واحد فينا بالاسم، هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به لكن تكون له حياة ابدية. ومن اجل هذا الاسبوع ده مش اسبوع الام وحزن، اسبوع فرح ايضا، اسبوع فرح ان احنا غاليين على ربنا واستاهلنا عنده هو ان هو يجي ويتجسد عشاننا. والكتاب المقدس يقول كده ان من اجل السرور من اجل الفرح الموضوع امامه استهان بالخزي، يعني المسيح وهو جاي بيتألم كان فرحان عشان ان هو هيخلصنا من الموت. الاسبوع ده هو اسبوع الغفران، لانه بدون سفك دم لا تحدث مغفرة. فالمسيح يوم الجمعة الكبيرة بدمه غفر كل خطايا العالم اللي يؤمنوا بيه. طبعا الاسبوع ده هو اسبوع الفداء وهو اسبوع التوبة. ينظر ان اي حد فينا، يعني ممكن ناس كتير خالص يقولوا ما بنصومش الاصوام، لكن اسبوع الالام له مكان خاص، لازم اللي ما بيصومش خالص اسبوع الالام يصوموا، ويصوموا بنسك جديد ويصوموا. يعني احيانا بعض الناس يقولوا نصوم للساعة 3 في الصوم الكبير عشان القداسات بتخرج الساعة 3، لكن في اسبوع الالام مفتوحة طبعا بترتيب مع اب الاعتراف، لكن كل واحد على قد صحته. كل واحد فينا بينظر ان الواحد ما يصومش ويركز ويقدم توبة ويقعد تحت الصليب كده ويقول يا رب اديني ان انا احبك زي ما انت حبيتني. ولو ان المسيح قال ليس لاحد حب اعظم من هذا انه ايه يبذل نفسه عن احبائه. احنا عايزين النهارده انا وانتو، لو احنا عايزين نحتفل بغفران المسيح لينا وحبه لينا، انا بتخيل كده لو احنا من 2000 سنة رحنا تحت اقدام الصليب يوم الجمعه الكبيره، مريم المجدليه كانت عماله تعيط، وضروري الست العذراء، وضروري يوحنا الحبيب. في حد من الاباء قريت له تامل عجبني، مش عارف يعجبك ولا لا، يقول انا بتخيل ان هم مريم المجدليه لو قدرت
ساعتها قيمة دم المسيح ده انه يكفي لغفران وتطهير كل خطايا العالم، كانت ما عيطتش، كانت قعدت تلم في الدم ده، لانه دم له قيمه. دم يسوع ايه؟ يطهر من كل خطيه. طب ما تيجي انا وانتوا النهارده نروح تحت الصليب ونلم في الدم ده روحيا، مش ان كنا مش هنعرف نرجع بالزمن، لكن بارواحنا وفكرنا نروح وناخد من الدم ده، ناخد لتطهير ذواتنا ولتطهير كل واحد. يا ما ناس بعاد عن المسيح، مسيحيين لكن علاقتهم بالمسيح شكلها ايه؟ علاقتهم بالدم ده وبالحب ده ايه؟ ناس مساكين. طب ما نروح ونقول لهم المسيح بيحبكوا، نقول لهم المسيح بيحبكوا حب لا حدود ليه. طب على الاقل نوصل المسيح عليهم ونقول لهم حرك قلوبهم علشان خاطر يرجعوا لك. تخيلوا المسيح الله الظاهر في الجسد ممكن بسهولة خالص يحل المربوطين، لكن يربط. المسيح اتربط بالحبال واتربط على عمود عشان يجلد، وايضا سقط. المسيح يقع على الارض، وقع على الارض، وقع امتى؟ تحت الصليب. المسيح يقع والمسيح يربط عشان يحلني من ربطات خطاياي. طيب انا في الاسبوع ده وفي حياتي بسلك ازاي؟ انا حابب ان انا وانتو نقعد كده ونفكر، هل حبنا لله، حبنا للمسيح قاصر على اسبوع الالام فقط؟ نيجي الكنيسه ونتاثر من الالحان ونعيط وبعد كده يمكن في الكنيسه بس، لكن نخرج كل واحد فينا يعمل ما بداله وينشغل حسب فكره. هل فداء المسيح بالنسبه لي قصه سمعتها فيلم روائي يعني كده هو، ولا حياه بعيشها؟ اسال روحك. احنا الكنيسة بترتب لنا حاجات كتير خالص، اول ما نخش الكنيسة تصحصحنا تقول لي خلي بالك لان الاسبوع ده مختلف، ونمشي مع المسيح حسب القرايات خطوة بخطوة. يعني امبارح حد الزعف كلكم احتفلتوا، لكن حد فينا فكر ان المسيح لما دخل الهيكل دخل عمل ايه؟ طهر ونقى. واحنا اذا كانوا اليهود استقبلوه كملك وقالوا له مباركة مملكة أبينا داود، هل أنا المسيح عايزني أمسك الزعفة وأقول له تعالى أملك على الأرض؟ خالص، أملك على قلبي. ولو ملكت على الأرض أملك ملك روحي. المسيح قال مملكتي ليست من هذا العالم، مش عايز كراسي هو ومكانة وكرامة، عايز قلب، عايز قلب نقي. علشان كده زمان كانوا الناس لما يجوا يبيعوا الزعف على باب الكنيسة يقول قلبك أبيض يا مسيحي. وتلاقوا ان الزعفاية اللي ممكن ان هي تتشكل وتتضفر تيجي من القلب، من قلب النخلة، ولازم تبقى بيضة او لونها فاتح شوية وطرية، لكن الناشف ما تنفعش. فالمسيح عايز القلب اللي يشعر الحساس. هل قلبك كده؟ ادينا صمنا تقريبا شهرين، ايه اللي اتغير فينا؟ ايه اللي اتغير في قلبك وفي فكرك وفي مشاعرك وفي طباعك؟ ولا كل اللي اتغير الاكل وبس؟ كل تفكيرنا هناكل الساعه كام وهناكل ايه، والفكر هو هو والطباع هي هي والمشاعر، وعايز اقول الخطايا ربنا يرحم. يبقى ايه؟ يبقى صوم عن الاكل فقط، وهذا الصوم مرفوض. كلكم تفتكروا اهل نينوى صاموا بنسك جديد خالص وصلوا بشدة، لكن الكتاب المقدس ما قالش ان هم ربنا غفر لهم خطاياهم وصفح عنهم بسبب صومهم ولا بسبب نسكهم ولا بسبب صراخهم. يقول الكتاب لما رأى الله أعمالهم انهم تركوا أعمالهم الرضية. انت اخبر أعمالك ايه؟ هل بتقدم توبة من قلبك؟ هل بتجاهد؟ ولو مش قادر بتطلب قوة من ربنا؟ يوم الحد المسيح عايز يقول لك عايز املك على قلبك. وخلي بالك ان يوم حد الزعف المسيح ما بيتش في اورشليم، دخل اورشليم لكن ما باتش في اورشليم، لكن بات فين؟ في بيت عنيا. بيت عنيا دي كانت قريه صغيره، المسيح ما يهموش العاصمه والمناظر، لكن يهمه القلب اللي بيحبه، لان بيت عنيا كان فيها مريم ومرسى والعازر، القلوب اللي كانت بتحبه. المسيح عايز يبات عندك النهارده في بيتك. هل القلوب اللي في البيت بتحبه؟
عايز يبات في قلبك. هل قلبك بيحبه بجد؟ بيحبه؟ انت بتقول انك بتحبه، اقعد مع روحك كده وراجع روحك، انت فعلا بتحب الله؟ ويحب شكله، ويحب يخليه زي مريم ومرسى كده والعازر، تقول له تعالى يا رب املك على قلبي، قلبي كله. هو قال كده، تحب الرب الهك من كل قلبك، كل فكرك، كل، حط تحت كل دي خطوط كتيرة. احنا ساعات نقول ان احنا بنحب الله لكن من كل القلب. النهاردة مش يعني، اذا كان امبارح يوم التطهير والتنقية وطرد الباعة، فالمسيح يقول لك لو انت عايزني ان انا اجي، مفروض انك انت ايه تساعدني ان انا اطهر وان انا انقي واطرد البياعين، الخطايا والحاجات الوحشة في قلبك وفي حياتك. احيانا نيجي الكنيسة، بل دائما ما نيجي الكنيسة، لكن بيوتنا مش عارف بنسلك فيها ازاي، وبنتعامل مع بعض ازاي، وتصرفاتنا بتبقى ازاي. راجع روحك، راجع روحك. هو ده البيت اللي يجي فيه المسيح؟ هو ده القلب اللي يسكن فيه المسيح؟ النهاردة بقى الكنيسة تقول لنا واحنا ماشيين مع المسيح، يوم شجرة التين، يوم الثمر. كلكم تتذكروا الكتاب المقدس قال ان المسيح وهو راجع من بيت عنيا الأورشليم، تقريبا علامة على ان شجرة التين يبقى فيها ثمر ان يبقى فيها ورق، فلقى ان الشجرة دي مليانة ورق، فقرب منها عسى ان هو يلاقي ثمر، الطبيعي كده. لكن اول ما قرب منها ما لقاش ثمر فلعنها. المسيح النهاردة لما يجي عايز قلبك يبقى فيه ثمر وحياتك يبقى فيها ثمر. ايه الثمر اللي المسيح عايزه؟ يقول الكتاب المقدس ثمر الروح محبة وفرح وسلام وطول أناة وداعة تعفف. الحاجات دي موجودة، احنا حافظين الآية. محبة، في محبة، في فرح. بجد انتوا فرحانين؟ اسأل روحك كده، انتوا فرحانين؟ في سلام ولا توتر؟ في وداعة؟ في عفة؟ عفة عين، عفة فكر، عفة جسد. المسيح عايز الثمر ده. طب لو مفيش ثمر راجع روحك، لإلا تستحق اللعنة. خلي بالك الشجرة لما كانش فيها ثمر، المسيح عايز ثمر، ربنا يرحمنا، لعنها. بكرة المسيح لو احنا ماشيين معاه خطوة بخطوة، اتكلم على مثل كرامين الأرضياء، وأيضا اتكلم على نهاية العالم. علشان كده في الساعة 11 بكرة بنقول في الألحان بتاعت الكنيسة لحن حلو خالص اسمه لحن بيكسرونوس، نقول له عرشك يا الله إلى ظهر الدهور، كرسيك يا الله. فربنا جاي وهيملك. جاي ولا مش جاي؟ جاي، هو قال انه جاي فهيجي. طيب الساعة يوم ما يجي المسيح هنبقى فين ساعتها؟ في ناس هيبقوا فرحانين خالص، والملائكة تاخدهم على السحاب مع القديسين ومع الست العذراء، ويبقوا فرحهم شكله ايه ده؟ ما تقولش بقى. وفي ناس تاني هيقولوا ايه؟ الاكام غطينا والجبال اسقط عليه. انت هتبقى فين ساعتها؟ سألت روحك؟ بكرة اسأل روحك بقى. الكنيسة بتقول لك خلي بالك اليوم ده جاي فاستعد. يوم الأربع، هو يوم الحد كان يوم ايه؟ التطهير، مش كده؟ المسيح بيقول لك انا عايز املك على قلبك بس طهره. يوم الاثنين يوم الثمر. يوم الثلاث انه هيجي مرة تانية. يوم الأربع يوم صعب خالص بقى، المسيح يقول لك بتحبني قد ايه. يوم تحط الكنيسة نموذجين مختلفين ضد بعض خالص، يهوذا الخاين، المسيح عامله بكل رفق واختاره عشان يبقى واحد من الاثنى عشر رسولة، وكان مديله، مش كل الاثناشر كان ليهم مسؤوليات، لكن ده كان له مسؤولية ان هو مع الصندوق، وكان المسيح عارف ان هو حرامي ومع هذا ما احرجهوش. وكان المسيح لما يقعد مع الاثناشر مش كلهم بيأكلوا من نفس الطبق، لكن ده كان قريب خالص لدرجة انه كان يأكل مع يسوع من نفس الطبق، واحيانا كان يسوع يغمس ويأكله. ايه ده؟ ومع هذا الشخص المسيح عامله بكل طيبة وكل رقة، كان المسيح غالي عنده خالص خالص، لدرجة ان المسيح، شوفوا غلاوة المسيح عنده كانت قد ايه، ان هو راح لحد الناس اللي ما بيحبوش يسوع وقالوهم تدوني كام وانا ادهلكو. في حد يعقلها دي؟
لكن هو ده كانت قيمة المسيح عنده. ولما لقوه هو اللي جاي لهم برجليه قالوا له حاجة بسيطة 30 من الفضة تمن عبد، فقال لهم ماشي. والمسيح عشان يهوذا غالي عليه ابتدى ينبه ويقول خلي بالكوا للتلاميذ، واحد منكم هيسلمني انا عارف. طب المفروض يصحى، ما يصحاش. وبعد كده هو ابتدى ينذر ويقول ده خير لهذا الانسان لو ما اتولدش، عقابه وحش ما تحركش. وبعدين غمس وقال له اللي انت بتفعله اعمله باكثر سرعه. فراح وكان عارف يسوع هيروح البستان، وراح قال لهم. وكانت قمة الجحود انه لما راح البستان لما حب واحد اخده بالحضن، فراح واخد يسوع بالحضن. فالمسيح الطبيعي لو حد فينا كان يعمل ايه؟ واحد بيخونك تعمل فيه ايه للدرجات دي وانت ما عملتش فيه حاجة، بل بالعكس عمال تقدم له حب، عمال تقدم، تعمل ايه؟ قال لي واجب، شوفوا انتوا كل بقى واحد فينا. لكن المسيح قال له يا صاحب أبي قبل تسلم ابن الإنسان. هو ما احتملش، وبعد كده راح شنق روحه، حس ان هو مش ما ينفعش ان يواجه كل الحب ده بالجحود ده. الكنيسة تحط لنا النموذج ده، وفي نموذج تاني، نموذج ايه؟ الحب بقى بزيادة. الست اللي جابت طيب ناردين غالي كثير الثمن وسكبته على راسه. وكان ده الطيب ده تعبير عن المشاعر، ان مش عارفة تجيب قد ايه ولا تعمل ايه، تعبر المسيح عن حبها. انت في اليوم ده المسيح بيقول لك بتحبني؟ بتحبني قد ايه؟ خلي بالك ان الكنيسة تقول هنصوم طول السنة يوم الاربع علشان تقول لك ان الخطية خيانة، فاوعى تخون المسيح بخطيتك. خلي بالك على الاقل في اليوم ده قدم توبة، على الاقل قدم حاجة تقول المسيح في اليوم ده انك بتحبه، بالصيام، انك تقدم تعمل خير في حد، لكن انك تبص للسمكة تقول يا رب انت تعلم كل شيء، انت تعلم اني احبك. لكن لازم تقول المسيح في اليوم ده انا بحبك. يوم الخميس بقى خميس العهد تيجي تتناول جسده ودمه، لازم تفضي روحك. ما ينفعش المسيح يبقى بيغسل رجلين التلاميذ وبيقول خدوا كلوا كلكم، وانت تقول انا مشغول بحاجه. يوم الجمعه الكبيره ده يوم الفداء العظيم بقى، كل لحظه فيه لحظه مقدسه، وبتنتهي الساعه 12 بالصلب، وانتوا عارفين لحظه بلحظه. الساعه 9 الصبح صدر الامر بصلبه، وثم قبل كده جلده والشوك. 12 الظهر اتصلب، قعد من 12 ل3 على الصليب. الساعه 3 مات بالجسد على الصليب، من 3 ل5 كان على الصليب. ضروري الساعات دي هتبقوا مركزين فيها طبعا، يوم الجمعه الكبيره مش قاعدين ركبنا خلعت ولا حاجه، هنبقى مركزين مركزين. وهنريح شويه ونرجع، ما يهونش علينا المسيح نسيبه. هنقعد طول الليل جنب المسيح في ليله ابو غلامسيس، وبعد كده نرجع تاني ليله العيد نحتفل بقيامه المسيح وانتصاره على الموت. مؤكد ان هي تذكارات مقدسة، امشي مع المسيح خطوة بخطوة. احيانا كتير تقعد مع الناس اليومين دول تلاقي كل واحد فينا في اللي مكفيه، وكل الناس ألمها مختلفة، لكن كل الناس بتتألم. تقعد مع واحد يقول لك انا تعبان من الدنيا واللي فيها، وهكذا كل واحد تعبه مختلف. الصغيرين تعبانين والكبار تعبانين. طيب هل المسيح جرب الألم؟ هل المسيح اتألم؟ وهل ألامه كانت مقتصرة على أسبوع الألم فقط؟ أقول لكم في عناوين سريعة بعض من ألام المسيح، علشان خاطر لو جات عليك ألام تشعر أن المسيح شريكك في الألم، بل أن هو جرب الألم قبلك فيقدر أن هو يعينك في ألام. من الألام اللي واجهها المسيح ألام الرفض. أنت تشعر أحيانا أن محدش طايقك، محدش مستحمل لك كلمة. تخيل المسيح من قبل ما يتولد وهو مرفوض. الست العذراء لما كانت حامل وراحت بيت لحم قالوا له عايزينك تفضل تعالي ولدي في أي مكان، خالص مفيش حتة مفيش مكان ليه. ولما اتولد واجه ألام الفقر،
لما اتولدت ولد من العذراء كانت يتيمة وكانت فقيرة، وخطيبها كان نجار على قد حاله يعني. ولما بدليل ان هم لما راحوا بيت لحم ما قعدوش في فندق ولا حاجة، وما لقوش حتة يقعدوا فيها، فقعدوا في حتة مزوة بقر. أول لحظات لتجسد المسيح لما جه على الأرض، مع الأسف الأرض ما استقبلتهوش بفرح ولا احتفالات، لكن جه في ليلة برد جدا، والعذراء ما كانش عاملة حسابها، ما كانش معاها هدوم حتى. والملاك قال للرعاة العلامة أنكم تجدوا طفل إيه؟ مقمط. القمط ده إيه؟ حتة قماش كده ما فيش هدوم يعني تدفي حتى طفل صغير. فالمسيح احتمل الفقر لدرجة في مرة من المرات قالوا له هات الضريبة، فما كانش معاه فلوس، وقال له بطرس روح اصطاد سمكة وافتحها هتلاقي جواها جواها فلوس تدفع الضريبة عني وعنك. للدرجة دي في حد فينا كده؟ نشكر ربنا ما فيش، لكن كلنا بنقول ان احنا على قدينا وظروفنا ضيقة. طب وما المسيح كان ايه بقى؟ المسيح قابل ألام رفض وألام فقر وألام عدم فهم. ساعات محدش يفهمك، المسيح كان كده. فمرة شفى واحد كان بقاله 38 سنة مكسح مشلول، مفروض ده حدث جلل بقى، كل الدنيا تحتفل. قالوا لا، ازاي يقول لك قوم احمل سريرك ومشي؟ هي دي اللي تعبت اليهود. ولما عمل عينين وشفى المولود أعمى، وكان يوم سبت أيضا، قالوا نحن اعطي مجدا لله، نحن نعلم إن هذا الإنسان خاطئ. خاطئ ليه؟ لأنه عمل طين وطلبي عينين المولود أعمى. ما كانوش مركزين إن الرجل ده يفتح، ولا إن الرجل ده، كل اللي تعبهم إيه؟ إزاي يحصل ده يوم سبت؟ كان الطبيعي ان المسيح يقول لهم خلاص انتوا دماغكم بقى ايه، ماليش دعوه بدماغكم. لكن المسيح الاعجب انه ناقشهم وقال لهم لو حد فيكم عنده حيوان ويقع في حفره مش هيطلعه؟ طب الانسان مش اهم من الحيوان؟ كان بياخد ويدي معهم عشان يقنعهم. من الحاجات العجيبه اللي المسيح احتملها ايضا من الالام، الام ان الناس تشتمه، وشتايم عجيبه خالص يعني. قالوا له في مرة حسنا قلنا انك بيك شيطان وانك سامري، ده حاجة كويسة ان احنا نشتمك. وقالوا عنه ان هو مجدف، وقال عنه ان هو لا يحفظ السبت ما يحفظ الشريعة، وقالوا عنه ان هو برئيس الشياطين يخرج الشياطين، بل ان حتى اللي بيمشوا معاه كانت يشتموهم يقولوا لهم ايه، انتوا تلاميذ ذاك، انتوا تلاميذ يسوع، دي شتيمة. المسيح احتمل كثير خالص. الأعجب إن هو وقف وقال لهم طب أنتوا بتعملوا فيها كده ليه؟ لو المسيح بيعمل حاجة تغيظهم يعني ولا تضايقهم ولا، كان ليهم حق. لكن الكتاب يقول كده إنهم رفضوني بلا سبب. والكتاب سفر أشعياء اختصر حياة المسيح على الأرض وقال عنه إن هو كان رجل أوجاع ومختبر الحزن. المسيح أيضا لو حد فينا عي ولا عمل عملية ولا ومحدش سأل، مصر كلها سألت عليه إلا واحد يحطها في دماغه وإزاي ده ما يجليش. المسيح في ألامه وفي تجاربه محدش كان معاه يعني، حتى التلاميذ اختار منهم ثلاثة في ليلة العشاء السري، ليلة الجمعة الكبيرة، ليلة صلبه، قال لي الثلاثة دول تعالوا سهروا معايا ناموا. جالهم تاني وقال لهم سهروا معايا ناموا. ثالث مرة قال لهم خلاص ناموا وارتاحوا بقى، مفيش حد خالص يقف معاه، مفيش حد. المسيح أيضا واجه ألام الخيانة وإنكار الأحباء. هل أنت الشيطان بيحاربك يعني وتعبك؟ الشيطان اتجرأ على المسيح وحاربه وجاب له تجارب، أعتقد بتحارب أغلب الناس، تجربة احتياجات الجسد. إن كنت أنت كنت جعان قل للحجرة تبقى خبز، ريح روحك. في التجربة الثانية تجربة الملك، عايز كل واحد فينا يملك على حاجات ويبقى في إيده الدنيا كلها، نفس التجربة اللي جرب بها المسيح. أيضا تجربة المراكز،
ارمي روحك فالناس تجري وراك من غير ألام من غير تعب ولا حاجة. لكن المسيح انتصر على التجارب وعلى الشيطان بالصوم، كان 40 يوم، بالصلاة في خلوة مع الله الآب، بالكلمة، بكلمة ربنا مكتوب. فممكن ان الشيطان يجربك، ده دوره، هو رأيه غير ان هو يجرب الناس ويسقطهم، لكن مش معنى التجربة السقوط، ده بالعكس، ده انت ممكن انك انت لو انتصرت على الشيطان تاخد اكليل. مش اعد بسرعة على الام الصليب، الجلد والشوك والاستهزاء واللط. احنا بنقوله في القداس كده، خديك اهملتهما للطن، لاجلي يا سيدي لم ترد وجهك عن خزي البصاق. نعرف ان كل ده كان بسبب خطيئتي انا، واحنا نقوله كده في القداس برضه في صلاة القسمة، ما الذي جعلك ترضى بذلك؟ ايه اللي خلاك يا رب تحتمل ده؟ ايهان العظيم، ايزل الممجد، ايوضع المرتفع، يا العظم حبك. نعم، هو حبك العظيم الذي جعلك تقبل احتمال كل ذلك العذاب من اجلي. انت في حياتك بتتألم، المسيح اتألم علشانك وتألم قبلك، بس في 3 قواعد في الألم. اول حاجة ان المسيح ما بيسيبكش، بيقف معك، بيحافظ عليك، بيسندك، انت مش لوحدك في ألامك. تاني قاعدة انه التجربة، ربنا مش بيديك تجربة فوق طاقتك، ثق انك تقدر، ولولا عارف انك انت تقدر ما كانش اداك التجربة ده بالحجم ده. تالت حاجة ان كل تجربة سبب لمجد، ان كنا نتألم معه ايه؟ كان نتمجد معه. فاحسبوا كل فرح لما تقعوا في تجارب متنوعة. اخر حاجة عايز اقولها لكم، لو الست العدرة جات النهاردة تقول لك كل واحد فينا ايه؟ اختار كلمة الست العذراء قالتها في الأجبية وكلمة قالتها في كتاب مقدس. قالت في الأجبية، أما العالم، وهي تحت الصليب، كلكم حافظين العبارة دي، أما العالم يفرح لقبوله الخالق، أما أحشائي تلتهب عند نظري إلى صلبوه. ناس كتير خالص أحشائهم، ما تزعلوش من الكلمة، باردة، يقف يصلي كده وهو نعسان ومشاعره كده، تحس أنه ما فيش مشاعر، لكن أحشاء العذراء كانت مالها؟ ملتهبة. أنتوا أحشائكوا شكلها إيه؟ صلواتكوا، طوبتكوا، محبتكوا لربنا، اشتياقاتكوا للسماء ملتهبة؟ وتلتهب إزاي؟ اسأل روحك وانت في أسبوع الألام، راجع روحك. يقولوا الفرق بين أكتر واحد يسلك بقداسة والواحد اللي يعلم يخش السماء ولا لأ، الجدية في الحياة الروحية. في واحد ياخد الموضوع بجد، يصلي، ياخد الموضوع بتركيز، ولو غلط في حاجة بسيطة يلوم روحه ويقدم توبة. وفي واحد تاني بقى ايه، مراجيح، يوم فوق ويوم تحت، ولو عمل حاجة كويسة يبقى مبسوط، وبعد شوية يخرج يلخبط الدنيا. ما هو ربنا احنا ايه؟ ما ينفعش الكلام ده في الطريق الروحي، ما ينفعش. لازم انك انت تسلك بجدية وبتدقيق وبايه؟ من قلبك. صلي من قلبك، عيش الحياة الروحية من قلبك، وحب من قلبك. تاني حاجة الست العذراء تقولها لنا، غير انك انت تاخد الموضوع بجدية واحشاء ملتهبة، لما يوم عرس قانا الجليل الناس ما كانوش عندهم خمر، والخمر في الكتاب يرمز للفرح، فراحت ليسوع وقالت لهم ده الناس دول مش عارفين الدنيا هتبقى صعبة بالنسبة لهم. فراحت ليه الناس اللي بيقدموا، قالت لهم عبارة اعتقد ان هي تقولها لكل واحد فينا، مهما قال لكم افعلوه، مهما قال لكم افعلوه. ايه اللي المسيح قاله لنا والعذراء نفسها ان احنا نعمله؟ الكلام في الكتاب المقدس. هو ايه كلام الله؟ الانجيل. مهما قال لكم افعلوه. هل احنا يعني المسيح قال ان لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون؟ راجع روحك وانت في اسبوع الالام، ايه موقفك من مهما قال لكم افعلوه من كلام الله؟ هل انت عايش التوبة، ولا انت زهقت، ولا انت يئست، ولا انت اوعى انك انت يجيلك يوم تيأس، لان الصديق بيسقط في اليوم 7 مرات ويقوم. واذا كان قال لك ان انت تسامح اخوك
لو غلط في حقك 77 في اليوم 490 مرة، أمال هو يسامح قد إيه؟ مؤكد بلا حدود، بس تعالى له. مهم قوي إنك أنت تراجع روحك في وصايا الكتاب، واعرف إن دي وصية العذراء ليك، مهما قال لكم افعلوه. تاني حاجة راجع روحك فيها، أنت فرحان؟ العذراء بتقول لك افرح. ده لما المسيح جه، الملاك جه وقال ها أنا أبشركم بإيه؟ فرح عظيم. موقفك من الفرح العظيم ده إيه؟ فرحان بعمل الله في حياتك؟ متكل عليه؟ حاسس إن هو بيدبر أمورك؟ إذا كان الطيور بيأكلها وهي لا ليها مخازن ولا حاجة، والزهور بيلبسها، طب هل هينسانا؟ فاكرين كلكم المزمور بتاع رفعت عيناي للجبال من حيث يقطعوني؟ الرب يحفظك، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك. مصدق ان هو يحافظ عليك؟ يبقى تخاف من ايه؟ تقلق من ايه؟ ما تقلقش خالص، مهما قال لكم افعلوه. الاستعداد، كلامك، بكلامك تتبرر، بكلامك تدان، تشكر ربنا، الصلاة. باختصار الله يحبك حب لا حدود ليه، الله بيجهز لك مكان فوق في السماء. لكن هل انت بتقدر قيمة الحب ده؟ خلي عندك الأحشاء الملتهبة، خلي عندك القول بتاع الست العذراء مهما قال لكم افعلوه، وخلي انك انت تذكرات الألام وتذكرات محبتك للمسيح وتجديد عهودك، مش في أسبوع الألم وبس، لكن كل يوم تفتح عينك تقول له يا رب اديني أحبك. ربنا يدينا كلنا حياة الحب لله من كل القلب، له كل مجد وكرامة إلى الأبد، أمين. نسأل وأنا